تعمل مصر واوزبكستان على تعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي من خلال توقيع عدد من الاتفاقات وتستورد اوزبكستان من مصر المنتجات الصيدلانيه والحمضيات بينما تصدر لمصر الغزل والنسيج ومنتجات الثروه الحيوانيه علاقات قويه تتمتع بها مصر واوزبكستان على مختلف الاصعده لا الاقتصاديه اذ عمل البلدان على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينهما فخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوزبكستان في عام 2018 تم التوقيع على 11 وثيقة رسمية للتعاون وإبرام عقود بقيمة 483 مليون دولار كما وقعت مصر وأوزبكستان مذكرة تفاهم في عام 2018 بمجالات تطوير الثروة الحيوانية والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة والانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم في الحجر الزراعي ووقاية النباتات، إلى جانب بروتوكول التعاون في مجال تصدير شتلات العنب من مصر إلى أوزبكستان وتبادل الخبرات في الأنشطة الزراعية المختلفة، وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين. وهناك إرادة ملموسة بين القاهرة وتشقند لتعزيز التعاون على الصعيد التجاري والاقتصادي، إذ اتفقتا كذلك على أهمية الدفع نحو وزياده حجم تبادل السلع الزراعيه لما لها من ميزه تنافسيه عالميه فضلا عن التعاون في صناعه الغزل والنسيج الجانبان المصري والاوزبكي وقعا على عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقيه تشجيع وحمايه الاستثمار اتفاقيه اخرى للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني هذا ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان في عام 2021 إلى 34.1 مليون دولار وتستورد أوزبكستان من مصر المنتجات الصيدلانية والحمضيات بينما تصدر لمصر الغزل والنسيج ومنتجات الثروة الحيوانية والنقل والخدمات السياحية وفي هذا الإطار يسعى البلدان لفتح أفاق للتعاون في ضوء الفرص غير المستغلة التي يتمتع بها الجانبان ومن بينها الاستفادة من مجلس رجال للأعمال الاعمال المصري الاوزبكي الذي يلعب دورا في دعم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين القاهره وتشقند